تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وذلك بمناسبة الذكرى 20 لإقرار ميثاق العمل الوطني. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في البرقية أن ميثاق العمل الوطني أسهم في تحقيق نهضة شاملة للبحرين في العديد من المجالات، الأمر الذي جعل العالم ينظر إلى البحرين باعتبارها نموذجا بارزا في المنطقة، وجعلها تحقق مراتب متقدمة في مجالات الديمقراطية والاقتصاد والسياسة والحريات والحقوق والعدالة ومنظمات المجتمع المدني وتحقيقها لإنجازات ومكتسبات بارزة على المستوى الإقليمي والعالمي.